عندي إمكانية صدق النقلة الفجائية، نقلة فجائية نوعية. أنا مؤمن بالتدريج. لما أنت بشهر مثلا شعبان بتحاول ما تقعد بجلسة ما بترضي الله عز وجل، هيئ نفسك إلى حاضنة إيمانية، هيئ نفسك بغض بصر مقبول عند الله عز وجل، بضبط لسان، بضبط سمع، في أغاني، في أشياء كثيرة، في ضبط اللسان، ضبط العين، ضبط الأذن. هلأ ضبط اليد، ما في مصافحة لامرأة لا تحل لك مثلا، لك بيت، اعتني ببيتك، اعتني بزوجتك، هي حلالك هي. فأنت لما بتعمل محاولة تغيير، تغيير، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني كأنه رمضان يختصر بالتغيير، تغيير نحو الأحسن، ومن مستوى إلى مستوى، من تفرد إلى عبادة، من عبادة إلى إقبال، من إقبال إلى تألق، إلى تقوى. إذن من الآن يفترض من الإنسان أن يهيئ نفسه وأن يحضر نفسه لاستقبال رمضان، لأنه حينما ينتظر رمضان أن يأتي فيبدأ معه. أنا مالي من أنصار إسلام مناسبات. نحن نذكر الأم بعيد الأم، شوي أنت كمؤمن يجب أن تذكرها وأن تتصل بها وأن تبرها ب365 يوم. هي جاءتنا من الغرب. بعدين رمضان شهر عبادة، أنت من دون رمضان لا تعبد الله، هو في تألق بس ما في ترك، ما في إحداث عبادة، في تألق، في حالة فتور قبل رمضان، وفي تألق في فتور. التألق برمضان، أنت بيتك إسلامي، عملك إسلامي، دخلك إسلامي، مشاعرك إسلامية، بيتك التزام، ما في بنت متفلتة من بناتك، ما في شاب هيك ما تلقى منك تربية دقيقة، فلتان كلامه غير معقول، شهواته مباحة، بيتك إسلامي، زوجتك ما مطبقة للدين، فرمضان شهر رقي بصير المكان منه كان. أما إذا واحد عنده تفلت قبلك رمضان شهر توبة، توبة شهر التوبة نصوح، يعني الله أعطاك فرصة، سميها دورة تدريبية، سميها دورة مكثفة، نقلة نوعية، قفزة في سلم الإيمان، قرب من الله، أن تذوق طعم القرب من الله. في هذه الأيام التي تسبق رمضان دكتور، ماذا يفترض بنا أن نحضر أنفسنا، كيف نهيئ أنفسنا لاستقبال رمضان، ماذا نفعل؟ يعني أنا لازم أعرف الصلاة وشروطها وأهدافها وخصائصها، وتألقها وقبول العبد بصلاته، يعني بدي معلومات دقيقة، يعني بدي أطلب العلم يا أخي بالنهاية. أنت من أجل أن تكون متفوق باختصاصات بدك تعمل دورة تكثيفية، فهو العلم هو الأصل في رمضان، يعني إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، لازم تعرف الله حتى تطيعه. كيف؟ شوف سيدي، أنت ماشي بالطريق راكب سيارتك والإشارة حمراء، شو بتساوي؟ تقف. تقف أولا، تقف لأنه في شرطي واقف، هذا الشرطي نائب وزير الداخلية، فوزير الداخلية واضع قانون السير، علمه يطولك من خلال الشرطيات، وقدرته تطولك، تسحب الإجازة منك، تحجز المركبة. فأنت لما عندك يقين قطعي أن واضع قانون السير علمه يطولك وقدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه، ما بتقدر. أنت مع مين؟ مع وزير الداخلية، مع بشر، لأنه واضع بكل مفرق شرطي سير، عند التقاطعات شرطي سير، وأنت مواطن عادي من الدرجة الخامسة، وهذا الشرطي بيقدر يبقى مخالفة ويحجز دفعك مبلغ كبير، لأنه أنت شايف الوزير علمه يطولك وقدرته تطولك. افتح القرآن سيدي، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. نقطين. الأمر القرآن كله، الوحي كله، لتعلموا، نقطين، أن الله على كل شيء قدير،
وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. أنت حينما تعلم أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. من آخر شيء، هذا شهر رمضان سيدي، أن ترى يد الله تعمل وحدها، أن توحد، أن ترى رحمة الله في الخلق، أن ترى المهمة التي أنت مكلف بها، أن تؤمن بالآخرة. أقول لك كلمة ثانية سيدي، إذا واحد زار طبيب والطبيب وصف له وصفة، هو ذكاء، عنده ذكاء اجتماعي، فصافح الطبيب وشكروا على عنايته البالغة وشكروا على اهتمامه وشكروا على الدواء اللي وصف له إياه، لكن ما اشترى الدواء إطلاقا، إنه ما له قنعان بأعماقه من علم الطبيب. هذا مو مختص، طلع طبيب مختص بالقلب، طلع طبيب هضم. لأنك ما اشتريت الدواء ما لقى معاه بالطبيب، هذا اسمه التكذيب العملي، هو الخطير. ما في عنا بكل العالم الإسلامي من يقول الله مو موجود، إلا قلة قليلة من الملحدين. ما في يقول ما في جنة، العالم الإسلامي ما في تكذيب لفظي، في تكذيب عملي، اللي عم يحط أمواله بالبنوك ويأخذ أرباح طائلة مطولة، وبيصلي وفي يمحق الله الربا، ما له أفضل. نعم. فأنت مقدار إيمانك بالنص، مقدار تطبيقه فقط. وما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. فلما إنسان بيعرف الله المعرفة التي تحمله على طاعة الله، هي المعرفة تحمله، وأي معرفة لا تحمل على طاعة الله لا قيمة لها. الله يفتح عليكم يا دكتور. أنا إبليس قال له ربي فبعزتك، وهو إبليس اللعين. سبحان الله، الله يفتح عليكم يا دكتور. أستاذن فضيلتكم شيخنا ومستمعينا، نقف إلى فاصل قصير ونعود بعد ذلك مع الدكتور محمد راتب بن أبي سلول لنتم حلقتنا وحديثنا تحت عنوان الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، فابقوا معنا. شيخنا الفاضل، نتحدث عن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان. في هذه الأيام، في شهر رجب، في شهر شعبان، يحب كثير من الناس أن يبدأوا بزيادة العبادة. لما بيكون يصوم شيخنا، يصوم اثنين وخميس، من لا يقيم الليل يبدأ من الآن شيئا فشيئا بقيامة الليل حتى يهيئ أنفسهم يعني عبادة زائدة في رمضان. نعم. هل تنصح فضلتك بذلك ولا يرتاح الإنسان قبل رمضان؟ أنصح بهذا. نعم. لكن لا يبالغ ليكون لرمضان بهجة. نوضحها سيدنا حتى إذا كان إحنا عملنا كل يوم قيام ليل 20 ركعة مثلا. نعم. رمضان 20 ركعة كمان، فما عاد صافي بهذا اللون. لا، إحنا من صوم من حين لآخر، من صلي نفل، بس إحنا منخلي رمضان لتكاليفه الدقيقة جدا، للتراويح. هي التراويح هي فيها قبض أجرة. أنا لي كلمة دقيقة، أنت لماذا تدخل إلى بيت من بيوت الله؟ تدخل إلى هذا البيت لتتلقى تعليمات الصانع، افعل ولا تفعل. نعم. بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هي بالفاتحة تقرأ الآية، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. الركوع خضوع في تنفيذ هذه الآية، خضوع. السجود استمداد العون من الله على التنفيذ. الخضوع ركوع، الركوع عفوا الخضوع، والسجود طلب المعونة. فأنت مع كل آية بالصلاة لها ركوع خاص ولها سجودها الخاص. وقد ورد في الأثر لكل آية في الصلاة حظها من الركوع والسجود. فأنت صليت، كلما أتقنت هذه الصلاة جعلت نفسك في راحة كبيرة. ولا خير في دين لا صلاة فيه. ما في دين سماوي إذا في صلاة. أنت ضعيف، عاجز، فقير، خائف، الصلاة بتقويك، بتقوي ضعفك، بتقوي علمك، بتقوي حكمتك، بتقوي قربك من الله عز وجل. ف
50 سعادة بالاتصال بالله عز وجل. ونعم بالله. إذا أنت مع شيخنا العبادة من الآن، لكن كما تفضلت بشيء من التدرج حتى ندخل بالهمة الكبيرة في شهر رمضان المبارك. طيب، كثير من الناس أيضا دكتور يستعدون لشهر رمضان المبارك بمثلا مجالس العلم، يقرؤون عن رمضان، عن أجره، عن فضله، وينشرون ذلك، حملات في المدارس، في الجامعات. هل أيضا شيخنا تنصح بهذا؟ والله أتمنى من إخوتي المستمعين، نعم، أن يكون لكل مستمع يعني درس أسبوعي أو درس نصف شهري. نعم. أما لابد من لقاء، لقاء مع عالم، لقاء مع دعوة إلى الله، لقاء مع أخوي مؤمنين. نعم. ما لا يمكن ما يكون لك وجبة علم، اللي بسموها الشحن. فأنت هاتف خلوي قد يكون حقه 100,000. نعم. إذا ما شحنته انتهى، أصبح قطعة بلاستيك لا تقدم ولا تؤخر. فكما أن هذا الهاتف يحتاج إلى شحن، أنا أولى أن أشحن. فأنت بدك شحن علمي وشحن روحي، فلا بد ما يكون لك مجلس علم. هل يجب أن يكون مجلس علم بالصورة القديمة مثلا في مسجد وأنا أحضر، ولا يمكن اليوم مثلا عبر التلفاز أو الإنترنت دكتور، خاصة للنساء؟ للنساء يعني شيء أفضل من عدمه. أما هو الحقيقة أنه إذا كان في أخت داعية مثلا متمرسة بالدعوة، نعم، عندها طالبات إلى درس أسبوعي مثلا، المرأة تفهم على المرأة وتقدم لها الحلول لمشكلاتها. هو من لم يأخذ العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال. لو كان ممكن من دون معلم، ما في داعي يكون في أنبياء بالأساس. تنزل كتب سماوية بنقرأها بتعلم منها. نعم. بس تابد من معلم. نعم. المعلم أصل في التعليم. المعلم فكر، معلم نفس. نعم. معلم حماس، المعلم هدف، المعلم حكمة. بعض مظاهر الاستعداد لشهر رمضان دكتور هي مظاهر شكلية، مثلا تحضير الفوانيس لرمضان، زينة رمضان، مثلا تشاديش للأطفال الصغار وما شابه. هل ترى فضيلتكم هذا إيجابي ولا لا؟ عفوا، إذا أنت حضرت التحضير الجيد لرمضان، هي ما في مانع، هي أشياء تفرح الأطفال. في أشياء أنت أي نوع من العادات والتقاليد، نعم، لا تتناقضوا مع شريعة الله. العيد الفطر، نعم، في حلويات، الحلويات طعام حلو ما بيتناقض مع منهج الله عز وجل. في زيارة أقارب، هي صلة رحم. فأي سلوك برمضان استثنائي مغطى بالشرع مقبول. يعني أنت ترى زينة رمضان مشابه مقبولة، لكن على لا تصبح هي رمضان. لا يعني شو هي زينة لرمضان. في آية دقيقة بس أنا بشم منها رائحة معينة. نعم. فبذلك فليفرحوا. هنا بتلاقي ماشي برمضان. نعم. بتلاقي شرفة فيها أضواء ملونة، وفي عندها آلية طفي وشعل. يعني أنا مسلم فرحان برمضان. هي عادة غير إسلامية. نعم. بس ما في مانع. أنا واضع على بيتي حبل من نعم. الأضواء الملونة، وفي لها حركة. يعني أنا مسلم فرحان بشهر رمضان. إذا كان شيء ما في نص بحرم، بس بيعبر عن شيء، عن محبة، عن نعم. تقدير، ما في عندي مانع. نعم. أبدا. طيب، البعض شيخنا مستوى اهتمامه الشديد بمثل هذه الجزئيات، أنها أصبحت هي رمضان بالنسبة له، بمعنى قد لا يصوم، قد لا يذهب للمسجد للصلاة، لكنه يضع زينة رمضان ويشعر بالعوض النفسي. غلو في الدين. والإنسان المقصر عنده فراغ. نعم. أو عنده انهدام بالنفس. أيام مثلا واحد بيعوض عن عدم اهتمامه بالدين، بيدفع مبلغ كبير أيام لفقير، بيكون يعني غير متوقع يدفعه المبلغ، بس عنده انهدام بنفسه، فيعمل عمل صالح حتى يتوازن. هو بصراحة هقول لك اثنين دقيقة. الإنسان لما بيعصي الله اختل توازنه، كيف بيرممه؟ إما بتعلق بأحاديث ما لا أصل، ضعيفة تؤكد أنه الله بيغفر، غفران ساذج من دون سبب، يعني من دون توبة. فكل حديث ممكن يحلله مشكلته بتمسك فيه وقد يكون موضوع، وكل حديث بيكشفوا على حقيقته بيقدر مو معقول الكلام، بس يبقى بيختار النصوص اللي بتعجبه. هذا تلقي النصوص انتقائيا هي حالة خطيرة جدا.
حال أهل النفاق. يعني هو عم يأكل وضع نعم. ماله بالبنوك، عم يأكل ربا. نعم. أي موضوع تاني ما له علاقة بالربا بحبسه. احكي عن الربا بيتغير لونه. وضعته بمشكلته. فهو الإنسان إذا كان بده يجني بده يقبل يأخذ الحقيقة ولو مرة. أنا أقول لهؤلاء جميعا الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. نعم. ما المميز في رمضان والذي يفترض على كل إنسان يعني من الآن أن يعظمه حتى يعظم رمضان في قلبه، حتى فعلا يقبل على رمضان فيكون صاحب همة وقادة في تلاوته، في قيامه، في أعماله الصالحة، في دعوته لله؟ كيف يمكن أن نشحن أنفسنا فعلا لنستشعر بعظمة هذا الشهر العظيم؟ ومن يعظم شعائر الله نعم فإن هذا من تقوى القلوب، تعظيم شعائر الله. يعني مثلا واحد معه مرض يبيح له أن يفطر، نعم، بفوت لمطعم بيأكل سندويشة قدام الناس كلها. مين بيعرف أنه أنت مريض ومرضك يبيح لك الفطر؟ قل لي أنت بهذا تستخف بهذا الشهر. لذلك الإنسان لو كان فطر لسبب شرعي يمسك عن تناول الطعام أمام الناس. نعم. بالبيت بيأكل، أما يأكل سندويشة بالطريق مو معقول. يا هي ما أنت مستخف بهذا الشهر؟ قال إذا بريت بالمعاصي فستروا مبدئيا. إذا أنت مضطر تفطر لسبب صحي معين لازم ما تأكل قدام الناس. هذا من الأدب بشهر رمضان. نعم. نعم. وأيام بيكون لقاء ما بيرضي الله عز وجل، لقاء مختلط ونساء كاسيات عاريات وانت صايم ما بتزبط هاي. اطلاق البصر في له اشكال برمضان. نعم. وبغير رمضان تزاز. نعم. طيب شيخنا، انشغالات الناس كثيرة هذه الأيام، جامعات بأوقات طويلة، دوام بساعات طويلة، كيف يمكن لنا أن نوفق بينها وبين يعني حقوق الله والعبادة في شهر رمضان من الآن تحضيرا وفي رمضان عبادة؟ أنا أرى أنه لا يصعب عن طريق تنظيم الوقت من أداء الواجبات بكل أنواعها. نعم. يعني واحد له زوجة لها الحق عليه أن يجلس معها باليوم. نعم. 20 دقيقة، نصف ساعة فقط. والأولاد بتقعد معهم وجبة طعام واحدة. هو شو حكى الأستاذ اليوم؟ الفجر صليته اليوم إن شاء الله، الله يرضى عليك. شو علاماتك؟ بدك جلسة مع أولادك وجلسة مع زوجتك. هلأ لك أم بدك تزورها باليوم يوم يوم لا مثلا أو كل يوم. فهو الحقيقة أداء جميع الواجبات هو الكمال. احنا كنا نظن أنه بكفي تنجح بشيء واحد، هذا المعنى انتهى. النجاح الأحادي مرفوض الآن بالحياة. نعم. لا تعد ناجحا في الحياة إلا إذا نجحت في كل علاقاتك. لك علاقة مع الله يجب أن تنجح معها، لك علاقة مع زوجتك هناك نجاح مع الزوجة، نجاح مع الأولاد، مع الوالدين، طبعا الأخوات. زمنيا دكتور كيف نوفق بين هذا ومع العمل الطويل وكثرة الأعباء ومع التفرغ للعبادة في رمضان؟ أنا مؤمن بتنظيم الوقت. مهما كان عندك مشاغل ممكن بعد الطعام تقعد مع أهلك ربع ساعة. نعم. ممكن تتلقى العلم من خلال يعني درس بجامع شيء نصف ساعة باليوم. أنا كنت أعمل بالشام درس بعد التراويح 20 دقيقة فقط، بس 30 درس مركزين جدا، دخل للجامع وطلع بمنهج. نعم. فأنا عرفان الوقت صار صعب كثير وفي ازدحام شديد، وعرفان أيضا أنه الآن كل شيء طويل ممل. أنا عندي أطول درس برمضان 20 دقيقة، بيعود الإنسان بعد التراويح عرفان معه بس 20 دقيقة، ما عنده قلق أن يكون مفتوح الوقت. وأنا أرفض يكون الوقت مفتوح. مفتوح واحد عنده موعد مع مريض، واحد طبيب مريض يزوره بعد التراويح. التراويح إلى وقت محدد يجب أن تنتهي كل يوم بوقت المحدد. نظمت وقت المصلين. هلأ ممكن تقرأ برمضان مش تقرأ ختمة، ختمة يعني باليوم عندها بتقعد شي ساعة ونص تقريبا، في شيء فوق طاقة الناس. ممكن يكون 8 ركعات مو 20 ركعة، ما في مشكلة أبدا.
بس العبادة لا تترك لكن تخفض من مستوى شاق صعب، وقت في تفرغ واحد متقاعد ما عنده شيء، مثلا في طالب جامعة أو أستاذ جامعة في عنده محاضرات ثاني يوم، في واحد والدليل في دليل قرآني دقيق، فإذا فرغت فانصب، فانصب للعبادة. معنى كان في كنت مشغول، معه ابنه التهاب سحايا وما قلق عليه قلق مذهل، إذا مشغول بمعالجة ابنه من مستشفى لمستشفى، بده تحليل، بده إيكو، بده تصوير، بده تحليل دم، الله يفتح لك. فإذا فرغت فانصب. نعم. الآية كتير مريحة. نعم الله يفتح لكم دكتور. أيضا نستأذن فضيلتكم شيخنا ومستمعين الكرام أن نقف إلى فاصل ونعود بعد ذلك معا لنكمل عبر أثير حياة في حلقتنا مع الدكتور محمد راتب النابلسي، وحديثنا فيها مسترسل تحت عنوان الاستعداد لاستقبال شهر رمضان. فاصل قصير ونعود مستمعينا بحول الله، فابقوا معنا. من جديد أرحب بكم مستمعين الكرام، تواصلين في حلقتنا مع الدكتور محمد راتب النابلسي وحديثنا عن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان. حياكم الله شيخنا من جديد، اهلا ومرحبا بكم. بارك الله بكم شيخنا الفاضل. هي ايام قليله تفصل بيننا وبين شهر رمضان المبارك، ما الذي ننتظره؟ نريد ان تشوقنا ليعني نستنشق نفحات الشهر الفضيل من الان. خاب وخسر او تعس من ادرك رمضان ولم يغفر له، ان لم يغفر له فمتى. انت في شهر المغفره، شهر التوبه، شهر العمل الصالح، شهر انفاق الزكاة، شهر صلة الرحم. رمضان كله عبادات. نعم. عبادات اجتماعية ومالية، دفع الزكاة. نعم. وعبادات شعائرية، التراويح والفجر. أنا أول شيء بتمنى العادات والتقاليد التي تتناقض مع هذا الشهر أن نبتعد عنها. مثل ماذا دكتور؟ شهر الولائم، كل يوم في إفطار عند واحد، طبعا الأهل بيتحضروا الطعام من يومين سابقا. نعم. وبيتاكل الأكل بعدين بيعدوا، والحديث غير منضبط، لا في خوف من غيبة ولا نميمة ولا تعليق، والتلفزيون مفتوح على أفلام، بيتموا هيك لحتى الساعة 12 واحدة، بيتعبوا بيناموا، ما بيلحقوا السحور، والسحور بركة، والسحور من شعائر هذا الشهر العظيم. فإذا كان احنا اكتفينا بترك الطعام والشراب، هذا الصيام لا يقدم ولا يؤخر، وكأنه ما صام. من يقول لك دكتور مثل هاي العزائم هي من باب تفطير الصائم، وهذا له أجر في رمضان. أنت شيخنا مش مع العزائم برمضان؟ لا والله، أنا مع عزائم طلاب العلم، أنا بعمل لطلاب العزائم. أنا وين ما كان في بلدي، في طلاب من مثلا الشيشان، طلاب من السودان، طلاب من آسيا. نعم. هدول مالهم أهل، أنا أجري ولائم برمضان لطلاب العلم بالجامعة بعملها. فلما بيعدوا أيام للمحسنين دعوة، أيام للأطباء دعوة، أنا هكذا أفعل في رمضان ولائم. ماذا عن ولائم هادفة عن الأهل والرحم دكتور؟ والله رمضان لصلة الرحم، بس شو بصير؟ ممكن زورهم بالعصر تقريبا، عندك وقت، وقت محرج وأنت جائع وما قدران تنام من الجوع مثلا، كان شهر يوم طويل، فأنت من عصر للمغرب ممكن تعمل تطلع على أخواتك البنات، على خالتك، على عمتك، تعمل صلة رحم برمضان. نعم. نعم. لكن فكرة كما تفضلت أنه الإنسان يعني يقضيها يا يعزم أحدا أو يعزم عند الآخرين، ولا السيدات يصوم يعني يتعبد، ما في انضباط إطلاقا.